لا شعري هذا عش الدين عم تدلي راسي وعم بقول ايه ها هلو جايز كيفكم شو اخباركم ان شاء الله بتكونوا تمام طبعا يوم حبي جنن بهدلنا فيني شعري يوم من وقت ما حلقت من قبل العيد بيومين لليوم بتقلي جنن بدي اعمل لك هذا الفيديو بدي اعمل له بشعره فظايع يعني انا شاب قلت له ما بيضل يقول نعمل له تجربه بيجيب مشاهدات بيجيب لايكات قلت له انا اتحداك انه هذا الفيديو خلال 24 ساعه اجيب 1000 لايك اذا جابك 24 ساعه 1000 لايك انا مستعد انفذ الحكي اللي انت بتقوله واذا ما جاب بدك تاخذي الحكي من انا بطلعه جاب تاثر لون السلاكيات اللي بيعمل شعره كله من جلاي 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 ما هيك الامر رح يصير كمان طيب يا جماعه حطوا لنا ما تحطوا لنا لايك يا جماعه ما تحطوا لايك واشتركوا بالقناه لا بلا ايه اوكي مهم اقدر ما نفذ الحكي بعد 24 ساعة من نشر الفيديو تمام جكارة بجنن جكارة بجنن وشوف الفيديو الاخير يا جماعة لان حيطلع كثير حلو وشوفوا شلون بدي اتغذى يا جماعة هلا بدي اشتغل بشعره يا جماعة فكرة شعره ناعم كثير وكثير جنن حلي على شعري كثير حلو فكمان قبل ما نبلش الفيديو صلوا على النبي واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس سابونا مواقع التواصل الاجتماعي كلها تحت الوصف وتابعوا الفيديو الاخير لانه راح يكون فظيع على فكرة ما هينجح معي بلا ما هينجح معي ليش؟ والله ما هينجح مش عارفة بس هي الوقت يا جماعة لا شو تكفي يعني لازم تتكلم يا جماعة بدي ابلش اتجدد شعره كثير ناعم يا جماعة بيتجدد كثير غليظ الشباب رفقاتي وكذا انه وهيبة وهيبة قاعد عم تجدد شعراته يا ريت ومن اليوتيوب مازال يا جماعة ليكو والله حلوة والله رايح هيك والله والله حلوة يا جماعة شوفوا اللي ما بيعرف انه انا ميك اب ارتست وكمان بسوي شعر للزرق ايوه لزلمه لزلمه بسوي شعر وكذا ومدري ايش مخبص كثير ان شاء الله بتخبر هلا شعرك كيف بدأ بطول بطول امسك طبعا في اياه خلينا نوره وين بدك تروح؟ عليك يا عليك، ليش هذا ما عم يطلع طبعا؟ يا جماعة شعره غير كيف بدي أقول بصراحة. رح أحكي. لك ما بتفك، لك عاد. طولين. فكيت. طولين. خذ أنت طلع لي إياها. لك شعري هذا عش الدين. لك يا عم اربطها طيب ما عم تجربت. اربطي شدي رابطة ما بشد جنن بس ممكن تهني اطلع من شعري شوي جنن حتى لو قاعد مني لا الله شعري عم يوجعني شوي الله على حسب خلى بالشعر انه ما يكون في خلايا عصبية مشان لانه لما يصير كمان نقص شعرنا بروح على نعمل عملية بالمستشفى عشان هيك الشعر فوز الحكي ما من افواه المجانين نعم استنى شوي طيب شعرك ما عم يصير جبني عين جهزتيني المرايه عشان اشوف الفضيحه بعدنا لكن ما جوا بعد شوي ثبات فينا جاي دق الكف شو بدك دق الكف هلا بزياده انت لايك ما تنسك هيك خليها كابتشتي بدي اشد ركن دكتور في النسوان عشان بيتعذب ولسه لا خيتو مالي من الله خلاني يا رجال وبطلنا هالشغلة انت شو في النسوان بس كنت جايز حط لها براسي عشوائي عشان نسيت البومبين لك استنى حاسس شفت شعرك انت شعري صار يوجعني يا حبيبتي ايش يوجعني كان كيف تفكر شو ضلك صح يا جماعة ما عجبكم هيك؟ أكيد يا جماعة أنت قاعد مبسوط وأنا قاعد عم بتعذب مع شعرك
اعطيني اعطيني خل دمك بدك حاجة روحك قاعد تشد لي راسي وعم بوقع ها لك هالشان الاولاد الصغار كانوا يبكوا كانت امهم تملق لهم شعر التمليق اكثر من هيك يا جماعه هلا صرت بنص شعره يعني شعره كثير بيعذب يعني لو بعرف هيك ما كنت انا عملت اصلا يعني مبسوط على حاله ومفكر انه انا هلا عم بعمل انجاز بس انا عم تعذب كثير بشعره لانه كل شيء بيفلت فانا وصلت لنصه هلا وبدي اعمل اخر شيء كلياته وحده بس يعني حياتي ما تبهدلت بهدل مثل هلا. ما تزعل صفية لقدام لقدام شو يا ولد ضق ابوك لا وشو بيقول لك لا تشدي لي شعري وهو بيحرك راسه يمين وشمال. ايه هو بشده. طيب تعال معي ليك. ليك حتحرك. وين وصلتي جنى؟ وصلت على الغرقة إن شاء الله يكون الموديل يعجبكم يعني فرح رح يطلع صفقاوي إلا شوي وعنده طرف طويل طرف قصير رح يطلع واو يعني يطلع شغلة ما ميدو؟ ما؟ ميدو بحبك شغلة أنا بعرف ما طول بيقولي مأمن ميدو على فكرة يا جماعة ميدو مأمن بشارتي نص يعني أي بنت بتشوفه بشارة ما تقلب عليه مشان ما تنعدى بنات قربوا والله انتم مبسوطين على البهدله اللي عم تصير فيني وانت بالذات انا صراحه مبسوط كثير ده شكل ده ده شكل بني ادمين ده شكل بني ادمين ما حدا شجع على الفيديو غير انت في وحده هون جنى قد ما هي مبسوطة ليك حتى الصغار عملتهم يا جماعة جاهزين لتشوفوا الشكل النهائي لميدو يلا واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة شو بدنا نسميها؟ شو بدنا نسميها جنى؟ شو بدنا نسميها يا هادي المرة خليه 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 بعده خلص كوكو خلص فكية 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 عادي عادي هلا بدك تعصب طيب بتعصب بسرعة كمان قولي باي للعم المتابعين قولي باي ما بدي اقول شيء يا بس عن جد حلوين يعني بس حاجة يعني يعني جداد على الماما كذا هلا كذا ماما حرايب كلهم قبل ليش عم تسيري؟ ما حلوين؟ ما حلوين عارف من ذا ما حيوصل لألف لايك مستحيل يا جماعة وصلت لألف لايك مشان بعدين بدي أفوزها فيك هلا ما بعرف بدي أعمل حكم بتبوني حكم كمان أنا متأكد إنه حيوصل فيديو لا شو انا ما بدهم هيك يعملوا ما لعبت الدعوة من قبل بنت بس يعني دخلت طي ساعة مش عارف انا تعبت اكثر منك دولابني 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 تعبت اكثر منك انا بهذا قولي ابري ابري امك حبلة قولي دبوس امك عروس قولي تفاحة امك مرتاحة يا جماعة لهم نكون خلص الفيديو يعني هي ضلت لبهدلتني بالمنظر والله بدي ضل 10 ساعات عم فكر يا جماعة الفك بوجع اكثر من شيء بحياتي ايه ما حياتي يا جماعة ما توصلوا لألفاك خلال 24 ساعة كنت مثل ما احكي يا
يا جماعة وصل الفيديو للألف لايك خلال 24 ساعة. إذا وصلتوه يا جماعة هتحكم علي، وإذا ما وصلتوه هأحكم عليها حكم. لا ما في ما قلنا. هارج بقى ما قلنا. عندك عزيز حكم. لا ما قلنا يا جماعة ما فيكم رح توصلوه. كسرت لي راسي هارج بقى. كسرت لك. بس ليه؟ اشتركوا بالقناة بس وفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي عند الناس وتصلوا على النبي وتضيفونا على مواقع التواصل تحت بالوصف كلهم 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 كلهم. وكمان عم ننزل فيديوهات على تيك توك نار 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 خذوها. على فكرة فيديوهات تيك توك نحن عم ننزلهم فيكم تسحبوهم من تيك توك تنشرون على اليوتيوب حقوقهم كلهم حيكونوا لكم كاملين 100%. يا جماعة في واحد نزلت لي فيديو من تيك توك وجايب أكثر من كل شيء بحياتي. في نشرت لها فيديو بالتيك توك جايب 100,000 مشاهدة على يوتيوب، فشكرا كثير لك كمان. سلام.